الماتش ده كنت انت ما لعبتش؟ انا لا عارف. ما لعبتش. كان مين بيلعب في الحته دي مكانك؟ كان خميس جعفر واحمد فتحي كان بيلعب برضه في نص الملعب. يعني بس يعني هو التوفيق والنصيب ان انا ما شاركش، بس انا يعني خدت خبرات كتير جدا وفرقت معايا في حياتي. اللي انا كنت مع الجيل ده بتمرن طبعا ففرقت معايا يعني. انت فجاه الجيل ده تقريبا نصه مشي يعني لو بصيت من راح فين يا كابتن؟ راح النادي الاهلي. يعني اسلام الشاطر، خالد بيبو، سيد معوض، محمد عبد الله، محمد عبد الله، فتحي، ها، احمد فتحي. يا نهار ابيض، لا في في يعني جيل جيل جبابرة، جيل كبير جدا. الجيل ده لو اتبنى عليه حاجات تانية كان الاسماعيلي قعد 10 سنين 15 سنه واخد بطولات. بس يا كابتن احنا حظنا مش حلو. عماد النحاس، لا ده كتير، ده بيفكروك جوه، هيفكروك لا لا ده انا جه في بالي دلوقتي كمان عماد كان عندكم ناس كتير. الجيل ده لو كانت بنى عليه الاسماعيلي الاستمراريه اللي احنا نحقق بطولات كنا حققنا. لان انت لما تيجي تشوف كده كابتن، احنا ده 2002 خدنا الدوري. 2003 الاسماعيلي مشي منه لعيبه، الاسماعيلي نافس على بطوله افريقيا. كنا مع انيمبا بطوله افريقيا. انيمبا اتغلبنا هناك 2 وجينا هنا كسبنا جون، جبت ضربه جزاء في اول 10 دقائق. مش عايز اقول لك الحكم يعني لو قابض ولا ايه، ما كانش حمل اللي عمله فينا. الاسماعيليه الناس احتفلت والناس كانت فرحانه جدا. بطوله ضاعت يا كابتن، كانت حلوه. بطوله افريقيا بالنسبه لنا كانت اضافه عظيمه جدا. وبعدين 2004 اول فرقه خدت البطوله مع الانجلبير لو تفتكر. 2004 كمان يا كابتن وصلنا بطوله عربيه. أيوة. مع الصفاقس كنا في لبنان بنلعب الدوره رباعيه. صح. مع الهلال وكان الصفاقس والاسماعيلي. ووصلنا نهائي البطوله الاسماعيلي يعني بغياب النجوم دول. بس هنا بقى لما نيجي نتكلم ازاي اللعيبه اللي مشيت دي طلعنا من قطاع الناشئين. طلعنا لعيبه مع وجود لعيبه كبار، لعيبه خبرات مع الناشئين اللي كانوا موجودين. ما حسيتش بفروقات نادي الاسماعيلي ان في لعيبه مشيت كبيره. بس الى حد ما فرقت شويه، بس مش هو الفرق اللي انت متذكر الاسماء بتاعت الناشئين اللي طلعت. طبعا يعني كنت عاوز من كلمه انا واحمد فتحي ومحمد عبد الله، محمد محسن ابو جريشه، الناس دي طلعت من الناشئين من الاجيال دي. ويعني وصبح من الفتره دي كان برضو من قطاع الناشئين. دي البطوله اللي ضاعت للترجمه، محمد اليماني. ده الجون اللي انا جبته في انيمبا. الحكم دوت يعني ربنا يسامحه بقى اللي عمله فينا. ده في اول 10 دقايق يا كابتن. انت متخيل؟ بس احنا كنا عندنا مشكله ان الناس احتفلت قبل الماتش. ان خلاص التركيز. التركيز راح من عندنا خلاص. اللي احنا شوف الجمهور نزل. شوف الجمهور. لا كابتن، كابتن احنا قاعدين في فندق النادي. احنا قاعدين في فندق النادي جوه النادي الفندق. على فكره كابتن فندق. من الساعه 9 الصبح احنا مش عارفين ننام من الجمهور. من الجمهور والناس عايزه تفرح. الناس مستنيه طبعا حلم. وبعدين الماتش ده كابتن احنا كنا انيمبا معانا في دوري المجموعات. كسبناهم 6. يا نهار ابيض، كسبناهم 6. وانا واحمد فتحي ما لعبناش الماتش الاولاني في نيجيريا. علشان كنا في منتخب الشباب في الامارات 2003. ايوه صح. رجعنا على الماتش الثاني. فالاسماعيلي برده كان برده فرق معاه وجودي انا واحمد فتحي برده في الماتش. وكان برده كان في عمرو فهيم. برده ما كانش يلعب الماتش. قلب دفاع رائع. فكنا في لعيبه كتير كانت مش موجوده في الماتش الاولاني. بطوله يعني جمهور الاسماعيلي انا متاكد وهو بيتفرج على الماتش دوت والذكريات. والماتش الجميل بصوت حضرتك بتاع 4. الاسماعيلي كبير. الاسماعيلي كبير جدا. الاسماعيلي ما فيش حد في مصر ما بيحبش نادي الاسماعيلي. ممكن تختلف بره مصر. والله لا انا عشت بره. والله العظيم بره مصر في عندكم روابط. لا في اوروبا في روابط. اسمع انا قابلتهم. انا قابلت في انجلترا رابطه مشجعين النادي الاسماعيلي. علشان كده كابتن الاسماعيلي لازم نقف وقفه حلوه قوي. هنتكلم بقى.